سلام الله عليكم. عندنا هذا الأخ حصل له حادث، ما يقارب سنة وثمان شهور طبعا، حصل له حادث وطرد أصحابه، يعني قعد 10 أيام هو بالمستشفى بريبوه مش عارف بحاجة. طبعا قد سوى 4 عمليات، يعني مسمار النخاع بديت الفخ، أيضا الصفائح، 4 عمليات يعني. والآن بالأخير يعني اتضح إنه في 2 مسامير بداخل الرجل يعني ما طلعنش، وأيضا الآن العظم الساق، يعني لو تلاحظون الرجل حقه تمسك العظم يده لداخل ما التأمش. طبعا وهذا خطأ طبي، خطأ المستشفى، يعني على ما شرح لي المفروض إنه الآن سنة وثمان شهور قد يقوم يمشي. قد خسروا يعني ما يقارب 3 مليون ريال وعليهم ديون، والآن قرر لهم عملية، العملية الآن الخامسة، من شان يعني يبعدوا المسامير هذا الذي نسيانه الدكتور الأول، ومن شان زراعة عظم على سب الرجل الساق للتأم كامل. يعني الولد طبعا شاب كما تلاحظون وشاقي على أسرته، والآن سنة وثمان شهور وفي المعاناة هذه الدائمة داخل البيت جالس، والآن يحتاج إلى عملية ما يقارب 800 ألف. أنا أوجه رسالة إلى فعل خير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة، يعني أسألنا الله ثم من كل من شاهد الفيديو نشره على سبيل، لأنه الآن هذا البيت يعني بيغلق السنتين، والآن قد يصاب بحالة نفسية من كثر جلسته بالبيت، أيضا أمه عليه ديون، أبوه متوفي. أسألنا الله ثم من كل فعل خير، مد يد العون له، وجزاكم الله خير.